يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، تحياتي بدايه لكل اهلاويه اللي بيبداوا معنا حلقه النهارده من السادسه. اهلا وسهلا بكم ومبروك، مبروك فوز غالي جدا ومهم جدا في توقيت برضه مهم جدا. خلينا نقول ان فوز الاهلي على القطن الكاميروني امبارح بنتيجه 3-0 هو تجديد الدوافع والامل. امامنا مشوار صعب لكنه بالتاكيد مش مستحيل، وعشان تحل الدايلما وتفكر انك انت تبعد عن الحسابات وحسبه بيرما، انت قدامك ثلاث مباريات محتاج تحقق فيهم العلامه الكامله، ومالكش دعوه بباقي النتائج ومالكش دعوه بباقي الفرق هتعمل ايه مع بعضها. قدامك مباراتين اعتقد ان هم الطبيعي بتاعهم ان هم في المتناول، سواء القطن الكاميروني اللي ظهر امبارح بمستوى يعني خلينا نتفق انه متواضع في الكاميرون، وعندك مباراه الهلال هنا في القاهره، وبالتالي مفترض انه الفريق الباحث عن البطوله يقدر يحسم المباراتين دول. تبقى المعضله في مباراه سان داونز، مباراه السبت القادم هي اهم مباراه في مشوار الاهلي في دور المجموعات، مباراه التاهل. نتيجه مباراه سان داونز تحسم بشكل كبير جدا تاهل النادي الاهلي لو حققنا ان شاء الله، نتمناها فوز طبعا، لكن على الاقل تقدير تكون نتيجه ايجابيه حتى وان كانت بالتعادل، لانها هتقرب المسافات بشكل كبير جدا وهتصدر التوتر للمواجهه الثانيه في الدور الثاني من دور المجموعات، المواجهه اللي هتجمع بين الاهلي والقطن الكاميروني نفس الوقت ده او نفس التوقيت ده هيلعب سان داونز مع الهلال. نامل انه حد ساعتها منهم يعطل الثاني، وبالتالي تبقى فرصتنا كبيره جدا للحصول على واحده من بطاقتي التاهل للادوار اللي جايه. خليني اتفق مع حضراتكم على حاجه، وانا بتابع ماتش الكاميرون امبارح، ماتش القطن الكاميروني، معرفش هو فلاش باك حصل كده، لانه الظروف دي اتكررت قبل كده في كتير من بطولات افريقيا اللي احنا وصلنا لخمس نهائيات من اصل سته في النسخ الاخيره دي. وخليني اكون اكتر تحديد، انا بتكلم على الجيل ده، يمكن والموضوع هنا نسبي، ارجو انه الناس كلها تستوعب يعني دي وجهات نظر ممكن نختلف فيها 180 درجه، لكن في النهايه هي وجهات نظر. يمكن الاهلي ما عندوش فريق الاحلام، يعني 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 يمكن سكواد الاهلي رغم كل الارقام والانجازات اللي لازم نعترف بيها واللي حققها النادي الاهلي في مع الجيل ده، اعتقد انها حطته في مكانه مميزه جدا. مش عايز اقارن بين اجيال، لكن حقيقي الجيل ده على مستوى الارقام والنتائج والبطولات والانجازات جيل مميز جدا جدا جدا، وتقريبا كل اجيال الاهلي العظيمه جدا اللي جت قبل كده ما قدرتش تحقق اللي حققه الجيل ده تحديدا. مشوار التسعه والعشره، مشوار بطوله افريقيا، النجمه التاسعه والنجمه العاشره في تاريخ النادي الاهلي، حققناهم في ظروف اصعب بكتير جدا من البطوله اللي احنا فيها حاليا، وحققناهم بفضل ايمان وثقه ودعم جماهير النادي الاهلي لفرقه النادي الاهلي، بصرف النظر عن الاسماء. نتفق ونختلف على الاسماء كما شئت، تقول مين مستواه يأهله او يليق بيه انه يكون موجود في سكواد النادي الاهلي، او مين حاسس انه ممكن يكون اقل من قائمه النادي الاهلي، دي حاجه نتفق ونختلف عليها. لو سالت 100 اهلاوي مش هيدوك رد واحد، يعني مش هتطلع برد مكرر، كل واحد عنده وجهه نظر. في صحيح اسماء ما فيش خلاف عليها، في ممكن من وجهه نظري انا مثلا يكون 8 9 10 لعيبه ما نختلفش عليهم، لكن في النهايه الموضوع موضوع نسبي. وخلينا دايما فاكرين انه في اللحظات الصعبه زي اللحظه اللي احنا فيها، لانه ماتش السبت بجد مباراه صعبه جدا، والظروف اللي بيخوض فيها الاهلي المباراه دي اصعب واصعب. انت رايح على ماتش المقاولين، وانا ليا كلام طبعا واقف على ماتش المقاولين، لان انا شخصيا محتار، يعني انا مش عارف ممكن نفكر في ماتش المقاولين ده ازاي. هل تعتبره مباراه ثانويه ملهاش اهميه في التوقيت ده وتحافظ على اللي باقي من فرقتك، خصوصا في ظل اصابات وابتعاد عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، وبالتالي صعوبه لحقهم او مشاركتهم بمباراه سان داونز فتحافظ على البقيه اللي فاضله، ولا تلعب مباراه كانها مباراه بطوله، وهي مباراه بطوله لانه انت في النهايه بطوله الدوري محتاج تحافظ على كل نقطه، ومحتاج تحافظ على نفس فرق النقاط اللي بيفصلك عن بيراميدز وفيوتشر اللي ماشيين وراك في جدول الترتيب. الزمالك الى حد كبير جدا ما زال بعيد، ويبدو انه هيظل بعيد، ففي النهايه هتفكر في مباراه المقاولين ازاي. قائمه اصابات النادي الاهلي اللي بتزداد يوم بعد يوم، وامبارح شفنا طبعا اصابه محمد شريف. انا هطمنكم النهارده وهقول لكم فرص مشاركتهم سواء في مباراه المقاولين او مباراه سان داونز او مباراه القطن، لان هم باكج على بعض. الاهلي هيخلص ماتش المقاولين في القاهره، هيسافر جنوب افريقيا يلعب مباراه سان داونز، ومنها يطلع الكاميرون عشان يلعب مباراه القطن الكاميروني.
فالحسبه هنا صعبه جدا، تفكر في المبارتين او الثلاثه ازاي، ده اللي هنتكلم فيه حلقتنا النهارده.